في يوم المرأة العالمي أطرح عليكم اليوم سؤالاً وأنتظروا خيالكم، ماذا لو تولت امرأة الحكم في بلادكم؟ مشاركتكم تحرك حوارنا ويتابعه إلكترونياً حازم الخولي. حازم، في الحوار الإلكتروني جدل كبير وانقسام حاد في الآراء، نتعرف عليه لاحقاً، كما نتعرف على نتيجة استفتاء اليوم وسؤاله: هل تقبل تولي المرأة الحكم في بلدك؟ شاركونا. محمد، شكراً يا حازم، حوارنا يبدأ بعد قليل. نقطة حوار جديدة مع محمد عبد الحميد، أهلا بكم. لماذا لا توجد لدينا أنجلا ميركل مثل ألمانيا، أو كريستينا فرنانديز مثل الأرجنتين، أو جوليا جيلارد مثل أستراليا؟ ماذا لو تولت سيدة مثلهن الحكم في بلادنا؟ للأسف سؤالنا اليوم يبقى افتراضيا، لأنه ضمن قائمة تضم 17 دولة فيها النساء على رأس القيادة، لا توجد دولة واحدة عربية. وبعد بحث طويل في تاريخنا، لا تسعفنا الذاكرة إلا بأسماء تعود لماض بعيد، مثل بلقيس أو شجرة الدر. الأسوأ أن النساء التي صنعن مناصفة ما يسمى بثورات الربيع العربي مع الرجل، واقعهن بعدها صار أصعب. تراجعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، تناقص وجودها كوزيرة. والأسوأ الأسوأ أن أغلبية الفقراء من النساء، من يواجهون عنفا أكثر نساء، وأكثر ضحايا التمييز نساء. وفي استطلاع للرأي أجري مؤخرا في دول الاتحاد الأوروبي، رأى 78% ممن استطلعت أراءهم أن تواجد المرأة في المناصب القيادية في الدول النامية سيؤدي إلى تغيير للأفضل في المجتمع. هل تتفق مع ذلك؟ هل تقبل أن تتولى الزعامة في بلدك امرأة؟ ولو حدث، ما هي التغيرات المتوقعة؟ وما السبب يا ترى فيما تواجهه المرأة في عالمنا العربي من صعوبات؟ شاركونا الحوار عبر الوسائل المعتادة على موقعنا bbcarabic.com، وأيضا هاتفيا على رقم 00444077650211، ولإرسال الرسائل النصية باللغة العربية الرقم هو 00447930404047. كذلك أيضا يمكنكم المشاركة عبر صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر، أو معي مباشرة على صفحتي الشخصية محمد عبد الحميد BBC. أبدأ من لبنان. كاميرا BBC هناك جمعت مجموعة من الآراء، وكان السؤال الذي وجهناه لمن استطلعت آراءهم: ما التغيرات التي تتوقعونها في سياسات بلادكم لو تولت المرأة الحكم؟ كون المرأة مسالمة أكثر من الرجل، نشوف بركي بعض التغيرات اللي رح تأثر على تطبيق السياسة. لا، ما بيتغير شيء، بنرجع مثل ما عم اقول لك، انه هلا بتحكم المية بترجع، وكمان خنقت النسوان احلى من هلا، ما هيك؟ كثير بيتغير اشياء، على القليل بيصير في شويه نعومه. يعني اقل شيء انه بتصير لها مشاركه هي باي اراءات بدها تتاخذ، لها مشاركه فعاله، يعني مثل ما لها مشاركه بغير شيء كمان بالحكم. هلا كمان مش اعتبر انه اي امراه ممكن تجي تحكمه بصير منيح، يعني هلا هي الامرأة المناسبة ايه، او الرجل المناسب كمان بيزبط، يعني فانه لا تحديدا مش امرأة ولا، يعني مش القصة انه بالجنس اذا بصير واحد يحكم منيح او لا، يعني بس ايه اذا امرأة ما انا ما عندي مشكلة بصوت لها تحكم المرأة لبنان. يعني كل المواضيع الايجابية بتقلب لسلبية، هي لانه بالبيت منا مهداي، فكيف اذا بدها تستلم شيء هيك سياسي موقع او كذا او شيء، عرفتي؟ يعني الشاب او الرجل بضل أركز من المرأة. يعني يمكن بيترتب زيادة، يعني المرأة عندها حس الترتيب على الصعيد المدني والنظام، يمكن بيصير في شوية ترتيب بالشارع. ليك بالشارع ما بتمشي تحكم امرأة، العقلية بدها تغيير عقلية قبل، يعني عن جد بدها سنين. بس بتغير شيء؟ لا أبدا، ما بعتقد. انت قلتي لبنانية، في كتير معايير ومصطلحات ما بيتنازلوا عنها، يمكن عندها نشاط اكثر شوي بس بتضل لبنانية. بيتحسن لانه عندها رأفة اكثر، وعندها حب اكثر، وعندها عطاء اكثر، بتستوعب الكل.
طيب الجميل في هذه العينة من لبنان أنها اشتملت على جميع الآراء، بداية من يقول أن المرأة لا تصلح لتولي القيادة لأنها لا تصلح حتى أو ليست ناجحة حتى في البيت، ومن هو لديه رأي وسطي بمعنى أن الأمر هو مردود للكفاءة وليس للنوع أو الجنس، وبين من يرى أن الواقع سيكون أفضل إذا تولت المرأة الحكم، ستكون أكثر قدرة على إدراك بعض المشكلات خاصة الاجتماعية. كيف تفكرون أنتم؟ معي على الهاتف نصر وفرح ولما ومريم. ونصر أبدأ معك، هل تعتقد أنه من الممكن أن تتولى امرأة الحكم في بلدك؟ أنت تحدثني من ليبيا. لا. أهلا أخي كريم. أهلا وسهلا. طبعا كل عام والمرأة وهي طيبة، يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقدم تهنية لأمهات الشهداء شهداء ثورة 17 فبراير في ليبيا، لكن أنا لا أتوقع أن المرأة تحكم في ليبيا، لأن المجتمع ذكوري يعني الحقيقة. هي مشكلة المجتمع فقط يا نصر؟ يعني فقط الموروث مثلا الاجتماعي والثقافي أم ماذا؟ هناك أسباب أخرى تعتقد؟ بالضبط، الموروث الاجتماعي والثقافي، وبعدين ممكن تكون في مؤسسات الدولة التنفيذية كجهاز تنفيذي يعني ممكن تزيد الدور في ليبيا يعني، لكن لا اتوقع يعني. بعدين المشكله حتى في المراه يعني مش في المجتمع يعني. ايه المشكله في المراه بالضبط؟ والله المراه هيك عندها يعني عندها دور معين او حد معين ما تقدرش تتجاوزها هي نفسها يعني، حقيقه عقليتها وتفكيرها هيك يعني. طيب لكن ايوه يعني إذا المسؤولية مشتركة، يعني الجزء الأول من إجابتك كان يعني أنك تستبعد أن تمنح المرأة الفرصة، لكن معنى ذلك أنه حتى افتراضيا إذا تولت هي مناصب قيادية لا تعتقد أنها ستكون ناجحة؟ لا، مناصب قيادية في الدولة حتكون ناجحة يعني في مؤسسات لكن الدولة التنفيذية. لا أقصد دولة، لا أتوقع ذلك في المجتمع العربي ككل مش المجتمع الليبي. طيب شكرا جزيلا يا نصر، ودعني أتحول إلى صنعاء. معي من هناك الوزيرة والدبلوماسية السابقة أمة العليم السوسوة. سيدة أمة أهلا بك، بداية سأناقشك فيما ذكره نصر منذ قليل، لكن أنت أول وزيرة وأول سفيرة ومن أوائل المذيعات في اليمن، كيف فعلتيها؟ شكرا جزيلا أولا، وكل عام والنساء والرجال بخير في يوم المرأة العالمي. واضح من كافة الأحاديث والمداخلات للإخوة والأخوات أن التأثير الرئيسي في هذا الموضوع يعود إلى المجتمع ككل، ولكن بما أننا نتحدث من صنعاء فمن المهم أن نذكر أيضا أن النساء حكمنا في اليمن، حكمنا قبل الإسلام وحكمنا أثناء الإسلام، واشتهرت نساء عديدات في مجالات الفتوى والحكم إلى آخره. فإذا القضية فعلا هي قضية مجتمعية وثقافية بامتياز. ولا أتصور طبعا أن يتفق كثير من المواطنين العرب والمواطنات أيضا على أنه يجب أن نركز على مسائل رئيسية في قضية أولا تمكين المرأة حتى تستطيع فعلا أن تتغلب على الأشكال النمطية والتصورات التي يراها فيها المجتمع. طب هل كما تعلم ما تزال المرأة سيدة أما، هل المشكلة الأكبر هي المجتمع، هي الموروث الثقافي والاجتماعي مثلما قال نصر، أم هناك مشكلات أخرى أيضا تواجه المرأة حتى تصل للقيادة ولو افتراضيا على الأقل؟ أولا طبعا كما قلت لك، عندما توفرت ظروف اجتماعية ثقافية وسياسية كانت النساء قادرات على أن يشاركن وعلى أن يحكمن، ولكن باختلاف وتخلف وتطور وتقلب الأوضاع هذه لم يعد بإمكان المرأة للأسف أن تتبوأ هذه المواقع. ولكن أيضا من العدل أيضا أن نقول أن النساء العربيات أيضا بدأنا يخضنا ويصلنا إلى مواقع لم تكن بالأمس متيسرة أو سهلة عليهم. ولهذا تجربتك على الشخصية ولهذا تجربتك أنت الشخصية بدت مختلفة، أليس كذلك؟ هي نعم كانت مختلفة، ولكن مما يسر الآن أنني لم أعد الآن في نظر المجتمع ولا حتى في المنطقة بأكملها استثناء، يعني أصبحت النساء الآن متواجدات بشكل لا بأس به. طبعا نتمنى أن يكون تواجدهن أيضا مساوي لحجم قدراتهن الحقيقية، ولكن النساء استطعن أيضا أن يقتحمن مجالات لم يكن بالإمكان أو بسهولة في الأمس أن يقتحمنها وأن يقمن بها. طيب. والفضل في ذلك يعود
إلى ارتفاع مستوى التعليم وقدرة النساء على الولوج إلى هذه الميادين الجديدة. اسمح لي فقط أن أشرك معك بعض المتصلين. برهان كاركولي من بريطانيا أريد أن يشارك. يا برهان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. السلام ورحمة الله. أنا يعني كمسلم كعقيدة إسلامية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة يعني الله عز وجل خلق الرجل والمرأة يعني أمام الله لا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الرجل يختلف عن المرأة في كثير من يعني من ناحية العاطفية الجسدية. فالمرأة عندما تعطيها الدورة الشهرية يعني عندما تولى الحكم كيف يعني يكون عندها تعب إرهاق، والدولة يحتاج إلى رجل قوي سياسة قوية سياسة خارجية. فأنا برأيي أن المرأة لا تصلح أن تتولى الحكم. طيب رجاء يا برهان اسمع رد سيدة أما، يعني أنت لديك موانع دينية سيدة أما وأيضا موانع بيولوجية. طبعا موضوع قضية الولاية العامة والخاصة وكيف استندت إليها المذاهب الإسلامية المختلفة موضوع سيطول شرحه، لأنه توجد أيضا حتى في بعض المذاهب الإسلامية من يقول بجواز ولاية المرأة في المجال العام أي الولاية العامة، والبعض لا يقولون بذلك. ولا يعني هذا طبعا أن نتحدث أو أن نضيق الأمور، لأنه حتى بعض التفاسير الفقهية لمشاركة المرأة تضيق كثيرا على المرأة لدرجة أنه لا يسمح لها بمزاولة أي شأن من الشؤون التي يرون فيها أنها تعدت أو وصلت إلى ما يعرف بمفهوم القوامة، ويخلطون بين هذا المفهوم كمفهوم شرعي مرتبط بتحديد العلاقات في المجال الأحوال الشخصية والعلاقات الزواجية والعلاقات داخل الأسرة، وبين موضوع فكرة العمل في مجتمع مدني به مفاهيم متعلقة بالمساواة، مساواة في الحقوق والواجبات السياسية. وفي حقيقة الأمر إن ما سيحسم هذه المسألة هو أنه يوميا تتزايد وجود النساء المسلمات الملتزمات أيضا بالشريعة الإسلامية وأركانها الحميدة أيضا، واللواتي يستطع ويجب عليهن في الحقيقة. طيب. ليس فقط أنهن يستطع بل إنه عليهن أن يشاركن في هذه الفضاءات العامة التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال. هو برهان لم يتحدث فقط عن العامل الديني، هو أشار أيضا أن هناك عامل بيولوجي ربما يعيق المرأة أن تكون قائدة على طول الخط أو على مدار العام، وهو يتصل بمن يتحدث عن أن المرأة كثيرا ما تستجيب لعواطفها أو حتى إذا تولت قيادة تحكم بعواطفها، وهو ما يضر مصالح الدول. أولا لا يمكن على الإطلاق القول أن كل الرجال عقلانيون وأن كل النساء عاطفيات أو انفعاليات. فهذه مسألة طبعا حتى بيولوجيا لا يمكن الجزم فيها مع كل الاحترام والتقدير لأخينا الكريم. ولكن طبعا البعض الذين لا يودون الإشارة أو لا يؤمنون بقضية حق المرأة في ممارسة الحياة العامة وبالذات تحت مفهوم الولاية العامة، على سبيل المثال في عملها كقاضية، عملها في مجالات تتعلق بالخوض في المجالات التي فيها حسم وفيها أيضا قدرة على تحديد الأمور وتفريقها أحيانا للبت في قضايا تتعلق بالحياة والموت إلى آخره. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية الاختلافات البيولوجية والضرورة البيولوجية عند النساء لا يمكن الاعتداد بها أو النظر إليها كنقص أو كخلل في قدرتها على الأداء. يعني النساء والحمد لله مؤتمنات على تربية الأولاد وتنشئتهم، وهذه في رأيي وظيفة أصعب من كثير من الوظائف. طيب لكن من ضمن ربنا سبحانه وتعالى أوكلها إلى النساء لأنهن قادرات. طيب من ضمن وظائفك يا سيدة أما، من ضمن وظائفك السابقة أنت كنت وزيرة في مجتمع قبلي. نعم. اليمن مجتمع قبلي بالتأكيد. هل تعاملتي بهذه الطريقة مع مهام وظيفتك ومع مجتمع شئنا أم أبينا يعتقد أن للذكور بالتأكيد أفضلية ما في تولي المناصب على الأقل؟
أولا طبعا لم تكن مسألة سهلة بلا شك، ولكن دعني أيضا أن أضيف إلى وصفك للمجتمع اليمني، نعم هو مجتمع قبلي لكنه أيضا مجتمع متحضر، مجتمع أيضا قادر على أن يفرق بين رؤيته للأمور الرؤية الخاصة وبين اعتقاداته وقناعاته أيضا العامة. لا يعني هذا أن الجميع كانوا راضيين عن وصولي ومن بعدي وصول كثير من الأخوات إلى هذه المواقع، ولكنني أيضا من خلال تجربتي ومن خلال عملي في اليمن أولا ثم العمل خارج اليمن، أتصور أن هنالك أصوات متزايدة تقف بقناعة تامة، وبالذات أصوات ذكورية. والمهم هنا أيضا الإشارة إلى هذه المسألة. طيب، وأنا أحب للغاية أن أعرف إذا أنت توليت منصب أكبر، يعني دعينا نطمح في الرئاسة مثلا، ماذا ستغيرين؟ لكن دعيني أخذ مداخلة من مريم، مريم التهامي من تونس. يا ليت كانت مداخلتي تأخرت قليلا، لأنني كنت سأستشهد بكثير من الشهادات ومن أدبيات خاصة حزب النهضة في سنوات الثمانين. طيب أنا بس أستأذنك يا مريم لأن صوت التلفاز عالي للغاية، فقط اخفضيه واستمع إلي من الهاتف. أوكي وان سكن. يعني كنت أريد أن أستشهد ببعض من أدبيات حزب حركة النهضة في سنوات الثمانين، وكيف يعتبر البعض أن المرأة غير مؤهلة فيزيولوجيا لأن تتعلم الطب وأن تتعلم الرياضيات، بيد أن أول تونسية تقود طائرة كان سنة 62، أي 20 سنة تقريبا قبل سنوات الثمانين، وأول طبيبة عربية كانت تونسية سنة 36، وأول سائقة قطار عربية تونسية كان سنة 58، وأول قائدة باخرة عربية كذلك، ولا يزال القائمة أمامي طويلة. ولكن أريد أن أقول أولا أن المجتمعات في بداية البشرية وبداية الإنسانية كانت مجتمعات مبنية على أساس الماترياركي، يعني كانت مجتمعات تقودها وتحكمها المرأة لمدة 50,000 سنة. نحن اليوم نعيش مجتمعات ذكورية منذ 30,000 سنة فقط. وأنا أرى بوادر التحول، أي المرأة هنا قادرة على الزعامة. أنا والأشخاص الذين سمعت شهاداتهم منذ قليل الذي يقول أن المرأة غير قادرة على القيام بشؤون بيتها حتى تقوم بشؤون الدولة، أعتقد أنه يأخذ نفسه كمقياس ويأخذ نفسه كتجربة شخصية، هو يقيس على شخصه. أنا مثلا أقول له أن والدتي مثلا كانت سيدة عظيمة جدا، وكانت تحسن إدارة شؤون البيت لأبعد الحدود، و إثر وفاتها تبعثرت العائلة. أقول شيئا آخر، أنا نفسي مثلا في عملي أكاد أجزم أن 10 رجال تقريبا يستطيعون الأداء ما أقوم به. المرأة تتميز على الرجل لأنها حساسة، وإن كانت حساسة فإن حسها وضميرها سيكون عاليان جدا، فهي ستكون أكثر إتقانا لعملها، وهي أيضا حساسة وعاطفية فهي ستكون أكثر عدلا. طيب، إذا نقطة العواطف ستكون عامل إيجابي وليس عامل سلبي مثل ما يحاول أن يصور البعض، هل تتفق معك لما خالد من السعودية أم لا؟ دعينا نستمع، تفضل يا لما. ألو، مرحبا. يا أهلا وسهلا. أيوة، أنا أتفق كثيرا مع المداخلة اللي من تونس، لكن أنا أحب أني أرد على المتصل اللي من بريطانيا اللي قاعد يقلل من المرأة. المشكلة أنه هو في بلد تحكمه امرأة، وللأسف أنه بعض الرجال يعممون تجاربهم الشخصية، إذا كانت لديهم تجارب سيئة مع المرأة يعممونها على المجتمع جميعا. وأنا بالنسبة لي مشكلة المرأة العربية هي للأسف ليست مشكلة القوانين الذكورية، هي مشكلة المرأة العربية نفسها. نحن لم نجد ثورة نسائية حقيقية، وراء الاستبداد والقوانين الذكورية كلها امرأة نساء خاضعات. للأسف ما زالت المرأة العربية خاضعة، لهذا السبب يوجد استبداد ويوجد هضم لحقوقها. طيب، أنت تتحدثي من السعودية يا لما، والسعودية معروفة أنها ربما من أكثر الدول العربية محافظة على الإطلاق. واقع المرأة لديك، هل تعتقدين أنه بدأ يشهد ولو نسبة ما من التحسن مؤخرا؟
نعم نوعا من التحسن، لكن للأسف المشكلة في السعودية أن النساء في السعودية هم أيضا خاضعات، وللأسف نرى أنه الكثير من النساء يدافعون عن القوانين التي تنتهك حقوقهم. يعني الناس اللي رافضين الظلم في السعودية والظلم اللي للمرأة السعودية هم قلة قليلة، ونجد الكثير من النساء يدافعون عن هذا الظلم ويدافعون بكل قوة. يعني فللأسف أنا أرى أن مشكلة المرأة العربية هي نفسها المرأة العربية، لأنهن خاضعات. المرأة في أوروبا والغرب لم تخلق هكذا، هي ناضلت ودافعت لطالما كانت مجتمعات ذكورية، لكنها ناضلت ودافعت عشان يتغير. شكرا جزيلا يا لما. سيدة أمة العليم، رأي لما ورأي مريم ربما يضاف لآراء كثيرة. ترى أن في مجتمعاتنا الأم بداية عندما تبدأ في تربية الابن والابنة تفرق في المعاملة وتقوم بتلقين الفتاة أنها أقل من أخيها الذكر. المرأة مسؤولة ولو جزئيا عن واقعها السيء. التنشئة الاجتماعية بلا شك أنها هي السبب الرئيس إنجاز التعبير في ما نحن عليه من نساء ورجال، وتحدد أيضا قدر كبير من سلوكياتنا. لكن لا يمكن أن أحمل النساء فقط في حقيقة الأمر هذا التصور، كما قلنا أيضا النساء وضحايا هذه التصرفات، فهي دائرة وحلقة مفرغة، ولذلك يجب أن ننظر إليها في سياقها المجتمعي المكتمل. ما أستطيع أن أقوله هنا وأؤيد كلام الأختين الكريمتين من تونس ومن السعودية، أنه بالإضافة إلى ضرورة أن تتفق النساء وأن تشكلن فعلا جبهة حقيقية مجتمعية لمواجهة أصناف الظلم التي تمارس علينا كنساء من خلال قنوات كثيرة جدا، وأهم هذه القنوات في تصوري أولا التعليم والوعي والإدراك بهذه الحقوق والتعرف عليها والتأهيل، حتى تتمكن النساء فعلا من أن تكون قادرات في الأوقات المناسبة وعندما يخوضن هذه المعارك الكبيرة يكون قادرات على أن يواجهن هذا الواقع الصعب. طيب أيضا أستطيع أن أقول أنه ليس أيضا غريبا علينا أيضا أن نرى أنه حتى وبعد كثير من الثورات العربية التي شهدتها منطقتنا بما أسمي بالربيع العربي في أكثر من بلد، ومع ذلك لا تزال الأوضاع في تصوري غير واضحة الملامح. لأنه لا نزال حتى اليوم لا نعرف إلى أين ستتجه هذه الثورات، بالذات فيما يتعلق بالاهتمام والاحتفاظ بتلك القوة الكامنة الغير عادية التي أظهرتها النساء العربيات عندما خرجنا إلى الشوارع مطالبات بالتغيير. والتغيير لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يستقيم إلا بالتغيير الذي يلحق بنا كإنسان، رجلا كان أو امرأة. طيب أنا أريد فقط نحن لا نزال نتطلع بأمل كبير إلى أن هذه الثورات التي حدثت في أكثر من بلد تكون بمثابة المشعل الذي يقود المجتمعات العربية بشكل مضيء، ولا للأسف يحدث نكسة أو انتكاسة لما تحقق أو ما يمكن أن يصبح كحق من حقوق المرأة العربية. لأننا إلى الآن لا نزال نستمع إلى آراء متضاربة، وربما الصورة لا تزال غائمة بعض الشيء. طيب أنا لا أعرف إذا كنت تسمعينني بشكل جيد سيدة أمة، تنجح هذه الأصوات التي تدعو إلى التغيير وإلى الانعتاق إلا بانخراط الرجل والمرأة كجزئين متكاملين يؤثران ويتشكلان أيضا ويشكلان المجتمع الذي يعيشان فيه. ولا يمكن على الإطلاق لا للنساء ولا للرجال ولا للمجتمعات بأكملها أن تعيش حياة هانئة حياة فيها مفاهيم المواطنة المتساوية طالما أن حق طرف فيها أو نوع فيها يغلب على الآخر. هناك مشكلة في الاتصال سيدة أمل، لا أعرف إذا كنت تسمعيني بشكل جيد الآن أم لا. طيب يبدو أني فقط الاتصال بالسيدة أما، كنت أتمنى أن أستمع لإجابتها على السؤال الذي طرحته، ما الذي ستغير هي إذا وصلت لسدة الحكم، إذا وصلت حتى للرئاسة في اليمن. لكن للأسف فقط الاتصال بها الوزيرة والدبلوماسية السابقة أمة العليم السسوة، شكرا جزيلا لها. وسريعا أتحول إلى زميلي حازم الخولي، هو متواجد في غرفة الأخبار يتابع الحوار لكن إلكترونيا. حازم، هل هناك تقبل لفكرة تولي المرأة الحكم في بلادنا العربية؟ الفكرة محمد أثارت جدلا وتعصبا كبيرا بين المشاركين في الحوار، ف
فهناك من استحسنها وطالب بتنفيذها على الفور، وهناك من أبدى استنكاره وامتعاضه الشديد لها ووصفها بعدم العقلانية. ووسط حالة الاستقطاب الحادة هذه ظهرت بعض الأصوات التي يمكن وصفها بالهادئة وغير المتعصبة لأي من الجنسين، قالت إن مسألة توالي الحكم يجب أن يتم وفق معايير الكفاءة فقط بغض النظر عن الجنس. طيب، نحن بحاجة إلى التعرف على الأسس والمبادئ التي استند عليها هؤلاء في حكمهم. دعنا نبدأ بالمؤيدين مثلا يا حسن. الذين استحسنوا الفكرة محمد قالوا إن المرأة هي نصف المجتمع ولديها نفس القدرات والكفاءات التي يتمتع بها الرجل. المؤيدون طلبوا كذلك بإعطاء المرأة مزيدا من الفرص في المناصب القيادية لإثبات كفاءتها التي ظهرت عن جدارة واستحقاق في شتى المجالات الأخرى كما يقولون. إليك محمد بعض الأمثلة المؤيدة لتولي المرأة الحكم من على صفحتنا على فيسبوك. يقول عبد الحميد الحكيم: بالتأكيد ستحدث خطوات إيجابية في صنع مجتمع منتج متحضر، فعلى الأقل سنضمن أن النصف الثاني والشريك المعطل بالمجتمع بأمر من الثقافة الذكورية سيحصل على حريته التي ستولد الإبداع. من على صفحة شارك برأيك مشاركة من أمين الفرة يستنكر فيها عدم تولي المرأة مناصب قيادية قائلا: ماذا ينقص المرأة المتعلمة والمثقفة عن الرجل؟ كل المميزات التي تمكن الرجل من الوصول للحكم موجودة عند المرأة وربما تتفوق عليه في كثير من الأمور. أسماء شتى تقول في مشاركة أخرى: على يد المرأة ستتغير البلاد لأنها أكثر عاطفة في الحكم على الأمور، وما أحوجنا إلى العاطفة في مثل هذه الأوقات التي تحجرت فيها القلوب، كما أنها ستحاول إثبات جدارتها حال توليها منصب الرئاسة. تعليق آخر من فاطمة عقيل تقول فيه: الدول التي لا تصل فيها المرأة إلى مراكز سياسية هي دول متخلفة جعلت من المرأة كائنا ضعيفا لا يفكر. طيب، بماذا رد المعارضون؟ ردود المعارضين محمد تمثلت في وصف المرأة بأنها عاطفية وتفتقر إلى صفات مثل الصلابة والخشونة والجرأة. قالوا إنها تكون ضرورية عند تولي المناصب القيادية. هؤلاء قالوا إن بعض الأديان مثل الإسلام ترفض هذه الفكرة على حد قولهم، وأكدوا أنها لن تنجح إطلاقا في المجتمعات العربية لأنها مجتمعات ذكورية بالدرجة الأولى. من أمثلة هؤلاء محمد الدويغري الذي يقول: المرأة لا تصلح إلا أن تكون داخل البيت، تربي الأولاد وتهتم بزوجها، فهذا هو المكان الوحيد الذي تبدع فيه وتنفع أمتها ودينها لأنها تربي أجيال المستقبل. مروان أبو كرم يعدد الأسباب التالية، يقول: أولا، الدين الإسلامي يرفض وصول المرأة للحكم لقصور تفكيرها في بعض المواضع. ثانيا، نحن أمة ذكورية بامتياز. ثالثا، المرأة تتمتع بالحنية والعطف والأمومة. مشاركة أخرى من إيهاب إسماعيل يقول فيها: للمرأة أماكن كثيرة قد تبدع فيها، لكن منصب الرئاسة يحتاج للرجال، فنحن شرقيون وسيبقى موضوع تقبل المرأة في إدارة المؤسسات أمرا صعبا، فكيف الحال عندما نتكلم عن الرئاسة؟ طيب، لكن أنت أيضا ذكرت أن هناك أصوات وصفتها بالهادئة يا حازم، ماذا ذكر هؤلاء؟ من هذه الأصوات ما كتبته منال سالم، تقول منال: المهم الكفاءة والقدرة على القيادة أيا كان القائد، رجل أم امرأة، لكن غالبا ما نجد أن المرأة هي من تقف عقبة أمام تقدم أي امرأة مثلها، فهي ترفض أن تكون امرأة أخرى متفوقة عليها أو ترأسها. أحمد زلط يقول في مشاركة أخرى: لا يوجد هناك فارق بين أن تحكمنا امرأة أو رجل، لكن الأهم أن يحكم بالعدل. إذن لم يبقى إلا سؤال الاستفتاء حتى أعرف منك النتيجة في نهاية الحلقة. سؤالنا اليوم محمد هو يقول: هل تقبل تولي المرأة الحكم في بلدك؟ شكرا جزيلا. شكرا يا حازم، شكرا جزيلا لك. سأعود لحازم مرة أخرى في نهاية الحلقة لمعرفة نتيجة الاستفتاء، لكن حوارنا متواصل معكم. تستطيعون كما ذكرت في البداية أن تشاركونا بالوسيلة التي تناسبكم، فيسبوك أو تويتر أو على موقعنا bbcarabic.com أو على الهاتف، الأرقام كما تظهر معكم مباشرة على الشاشة سواء بالهاتف أو للرسائل النصية. أنتظر اتصالاتكم جميعا للمشاركة في السؤال الذي طرحناه في بداية الحلقة: ماذا لو تولت امرأة الحكم في بلدكم؟ من المملكة العربية السعودية أيضا توجهت كاميرا بي بي سي وجمعت عينة من الآراء، والسؤال في هذه العينة كان عن التعيينات الأخيرة تحديدا لمجموعة من السيدات في مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة. راح وجود المرأة في مجلس الشورى شيء إيجابي وجديد، يقوي تفعيل المرأة في
في الأماكن الحساسة في الدولة، لكن يجب أن يكون موقفها وتعيينها لازم يكون له تقنين عموما، وما تنحط في هذا المكان إلا مرأة إنجازاتها كبيرة قبل لا تدخل في مجلس الشورى. يعني في مناصب المرأة تتحمل أنها تقوم بقيادتها، مناصب القيادية العليا لا، لأنه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ممكن تكون مديرة سياسية على أعلى مستوى، في أوروبا مارغريت تاتشر مثلا كنا بزمان رئيس وزراء بريطانيا، فممكن المرأة صاحبة الحنكة والدهاء والقيادة، وهذه بيكون موهبة. مش كل النساء يقدروا يستطيعوا أن هم يديروا عمل إداري سياسي كبير. من وجهة نظري مناصب عليا تكون يعني من اللي تعطي قرارات في الدولة، أنا ما أيد هذا الشيء، ولكن لازم يكون دور المرأة فعال بس بحدود معقولة. ليش لا؟ إذا كانت كف وقدم الكرسي ده ليه لا؟ بل بالعكس وراءه كل رجل عظيم امرأة، هذا شيء معروف يعني. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. طيب إذن هذه عينة من المملكة العربية السعودية عن موضوع تعيين النساء في مجلس الشورى تحديدا، ومن السعودية أيضا تحديدا من جدة معي عبر سكايب الكاتبة والحقوقية ورئيس الشبكة العربية السعودية الحرة السيدة سعاد الشمري. سيدة سعاد أهلا بك، أريد أن أتوقف مع التعيينات ومع الأراء التي استمعت إليها الآن في هذه العينة التي جمعتها كاميرا بي بي سي. التعيينات الأخيرة في مجلس الشورى هل تعني أن واقعا جديدا ينتظر المرأة العربية في السعودية؟ أكيد أنه مش حكاية واقع جديد، هي نقلة تاريخية جديدة بالرغم من الحرب الشرسة المرتدة عليهم من قبل رجال الدين والمشددين والمجتمع الذكوري، لكن حتى العينات البسيطة أنا دائما أستشهد وأقول أنه الشارع السعودي 70% منهم قابل للتغيير، قابل للإصلاح، متعايش مع الكل ومتقبل للقرارات السياسية أيا كان نوعها، يعني إذا كانت في الصالح العام، لأنه خلاص يأس من أو طفش من الحياة العادية اللي تجعلنا وكأننا داخل سور. فأنتم جبتم ناس عينات بسيطة من الشارع، تقريبا كل الآراء أكثر من إيجابية على الحرب اللي قاعد يشنها رجال الدين. فأتوقع أنه حيكون أكثر من قضية تغيير، إحنا قاعدين في شمس جديدة راح تشرق على السعودية. طيب لكن ما هو سقف تغيير سيدة سعاد المنتظر في المملكة؟ يعني سؤالنا الافتراضي اليوم، ما إذا كان يمكن أن تتولى امرأة الحكم في بلد عربي ما، هل يمكن أن يصل السقف لهذه الدرجة في المملكة برأيك؟ والله أعتقد لسه بدري يعني على هذا الموضوع في السعودية، لأن أنا أحب أكون شفافة وواقعية. طبعا. وكان وقبل فترة يعني حنا فرحنا بتعيين نائبة في وزارة التعليم، ولكن يبدو أنه كان دورها مهمش أو وضعت مجرد اسم للمنظمات العالمية ولم نسمع عن دور حقيقي فعال فيها. لكن التغيير أو الفعاليات اللي إحنا نتوقعها هي نفس الفعاليات الممنوحة لمجلس الشورى. إيش ما يملك مجلس الشورى من فعاليات حتستطيع المرأة أن تفعلها. هو مجلس الشورى لا يزال الآن يصف مقعد، يعني كأنك جبت كرسي وحطيت له فقط قدمين ويحتاج قدمين أخريات، يعني هو يبدي ويقترح ويقرر، ولكنه للآن لا يملك صفة الرقابة على القرارات. ونحن نعرف هذا الشيء، يعني في عيب أصلا وشرخ في نفس مجلس الشورى. ولكن وجود المرأة والكوكبة من الأسماء التي اختيرت، يعني احنا متفائلين فيها. ونعتقد في كان بداية الحلقة الأخت لما خالد قالت كلام جيد، والوزيرة قالت لك لما خالد انه
أن المرأة العربية والمرأة في السعودية أصلا هي ما صارت ثورة حقيقية. وقالت لك الوزيرة أنه بالعكس هم اللي صاروا بالثورات بما يسمى بالربيع العربي وشاركوا مع الرجال. طيب. أنا حقول لك حاجة. فضل. في مجتمع مغلق مثل المجتمع السعودي له منحى ديني مختلف عن بقية العالم الإسلامي ويؤثر سلبيا عليهم. طيب المرأة هذه نقطة مهمة جدا يا سيدة سعاد، فكرة ما الذي نحتاج إلى تغييره في المجتمع السعودي إذا كنا نبغي أن نغير وضعا أفضل للمرأة. لكن اسمح لي فقط أن أشرك بعض المتصلين لأن صار لهم وقت طويل يريدون أن يشاركوا برأيهم أيضا. محمد البدوي من إسبانيا. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك يا أخي. بالنسبة لقناعتي الشخصية وكارتياح شخصي، أنا حتى في البيت لا أفضل ولا أحبذ أن تكون الزعامة لأمي بدل أبي. أما بالنسبة مثلا لقناعتي الفكرية حول تولي المرأة ومداخلات الضيوف الكفاءة، نحن في دولنا العربية لا توجد هناك كفاءة لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. انظر إلى الجائزة التي قدمت لهايا بنت الحسين ولزوجة فهد بن عبد العزيز، لماذا لم يقدموها للتي أخذت جائزة نوبل للسلام اليمنية؟ لا يوجد لدينا الحكم، دعنا من الحكم. طيب لكن ما هو محمد، ما هذا ما نريد أن نغيره، يعني ما ذكرته هو ما نريد أن نغيره تحديدا. نعم، لكن يا أخي بالنسبة ألو معك تفضل. نعم، بالنسبة لديننا الإسلامي، ضيفتك الكريمة صبت جم غضبها على رجال الدين كأنهم يتكلمون من تلقاء أنفسهم. أنا أريد أن أسألها سؤال. الله عز وجل يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. حتى في الشهادة يا إما أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان، فرد على الله عز وجل. يعني رجال الدين، نعم هناك بعض رجال الدين يميلون ويحتقرون المرأة، لكن ديننا الإسلامي أول بيعة وقعت في الإسلام بيعة العقبة شهدتها امرأتان. وحتى في كتابنا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الإسلام لم يظلم المرأة ولم يهين المرأة. كانت صحيح في ظلم المرأة كانت النساء يبايعن نبي الإسلام. طيب واضح يا محمد، شكرا جزيلا. سيدة سعاد أراك لا توافقين على ما ذكره محمد، بالرغم من أني على ثقة تامة أنك تستمعين لهذا الرأي كثيرا في بلدك. هم يعني لا يختلف عن كثير من رجال الدين، غالبيتهم لما يبغى يقصيك يجيب لك ما يناسبه من القرآن علشان يقصيك. إذا حنتكلم من ناحية دينية، هذه الآية في جزئية معينة ولها تفاسير ولها آراء. في الأمور المادية طلب شهادتين، ولكن في أمور النسب أمور أخرى طلب امرأة واحدة شاهدة ومقابلها شاهدين. لكن أنا ما حدخل بهذه الافتراضية. أنا حقول لك إنه الإدارة السياسية لولا وجود خديجة لم تنجح الرسالة المحمدية، ولولا دعم خديجة وأموال خديجة النفسي والمعنوي والمادي والاحتوائي وحمايتها لمحمد في بداية دعوته لم تنجح الدعوة الإسلامية. أول مستشار سياسي في الإسلام أم سلمة امرأة، وحتى بعد ذلك أول معارف سياسي في الإسلام عائشة اللي خرجت في بقعة الجمل. وما كان في أي فاصل بين النساء والرجال في أي مهنة قاموا فيها، كلهم جاهدوا نفس الشيء، كلهم باعوا بالسوق، كلهم جلسوا وتشاوروا، كلهم باعوا، كلهم حجوا حجة الوداع، نعم. كلهم راحوا للفتوحات، ما في تفصل. فإحنا معليش أنا ما أبغى كل مرة تجون تقولوا لي الدين قال وربنا قال ورد على قال، أنتم أصلاً ما أنتم فاهمين ربنا إيش يبغى. طيب. وفي نفس الوقت يعني أنا بفهم بالحكومات العربية، هو قاعد يقول العالم العربي غير مؤهل، مو عشان حاكمين الرجالة ولا إيه؟ طيب دلوقتي صار السيدات في مجلس الشورى، ما الذي يمكن أن يتغير؟ ما الذي نحن بحاجة إلى تغييره؟ كثير، بس أرجوك نقطة أنه لما قالت خالد أنه النساء ما ثاروا ثورة حقيقية، والوزيرة قالت بالعكس إحنا اللي شاركنا في ثورات الربيع العربي. المرأة هي التي تستغل لصالح الرجل، فإذا الرجل لم يرضى عن ثورتها لا تستطيع أن تثور في العالم العربي.
وإذا الرجل أراد أن يثور هي تشارك معه بالثورة لأنه يوفر لها الحماية ويوفر لها كذا، لأنها منظومة مجتمع فكري، يعني ثقافة مجتمع فكري. إحنا نطلع نتكلم بالحقوق البسيطة، يعني ما طلبنا أشياء كثيرة نفسق ويشهر بنا ونقذف على مرأى من عيون الحكومة وعلى مرأى من أكبر الدعاة والمشايخ دون أن يتكلم أحد. بدأوا بالناشطات والإعلاميات وأخيرا بعضوات مجلس الشورى. أي حماية ممكن تقدمها علشان إحنا نخرج للثورة؟ وبالمقابل لما أرادوا أن يستغلوا المرأة في اعتصامات بريدة استغلوا النساء وأطفالهم وهم بقوا في البيوت. طيب معنى ذلك سيدة سعاد أنك لا تتفائلين أن شيئا سيتغير من وصول أضوات الشورى؟ أنا متفائلة بالمشروع الإصلاحي من زمان، وأقول دائما أن المشروع الإصلاحي والخاص بالذات بالمرأة هو محارب من الداخل وليس محارب من الخارج. وأعلم أن نسائنا قويات ورغم كل الضغوط المحيطة فينا إحنا مش هنصمد. طيب. بالعكس إحنا معنا رجال في الشبكة الليبرالية انسحبوا خوف من ضغط المجتمع وتهديد الكهنوت. طيب ربما هذا لكن أيضا بحاجة أن يتغير، أو من النقاط التي هي بحاجة أن تتغير. أشكرك جزيلا من جد السيدة سعاد الشمري الكاتبة والحقوقية ورئيس الشبكة العربية السعودية الحرة، شكرا جزيلا لك. ومن تونس كاميرا بي بي سي توجهت كذلك وجمعت سؤالا قال: ما التغيرات التي يتوقعونها يتوقعها التوانسة في سياسات بلدهم لو تولت المرأة الحكم؟ لا خير في قوم تقوده امرأة راح أشك منك. المرأة بالنسبة للياني ناقصة عقل ودين، ما نجموش يحكموا البلاد. الحكاية حكاية كفاءة، صحيح حزب يكون عندها خلفية بتاتر حزبية زادة فهمتني تخليها توصل وين مين بصراحة، من غير ما كون يعني نحكي بأفكار مسبقة يعني افيك دي بريجوجي راجل ولا امرأة فهمت، كل نتصور أنا بصراحة ماهيش مسؤولية قد مسؤولية امرأة. هذا بون المرأة صحيح بون تنجم تقول أنت مثال باهي في تونس وامرأة معناها عاملة حاجات معناها سي بون معناها في تونس معناها متقدمة على برشا نساء في الدول العربية الكل معناها، مي امرأة أنها باش تشد بلاد في تونس وتحكم في تونس ما نتصورش. لو كانت معناها المرأة رئيسة في البلاد يحتمل تتغير خير من برشا أعضاء. أعضاء تجمع التأسيسي ما تم رينا شيء احنا في البلاد. يمكن برشا حاجات تتبدل خاطر المرأة ديما عندها أن بلوس، فما حاجات توصل تعلم بهم أكثر من الراجل مثلا في جزئيات معينة، أما ممكن المرأة تكون رئيسة رئيس الدولة أنا أقول صعيب ياسر. رئيس زعيم رقيب شقول قال العقلية لازم تتبدل، يعني تغيير يتم على مستوى العقول. إذا كان معناها العقلية ما تبدلتش تاع المواطن معناها كيما رئيسة كيما رئيس كيما شقا هي نفس الوضعية، فماش ما نتصورش فما حاجة جديدة فهمت. هكذا يفكر التوانسة. وفي تونس أيضا أبقى معي من هناك الروائية الشابة سمر المزغني، هي من ضمن قائمة مجلة Arabian Business لأقوى 100 سيدة عربية هذا العام. سيدة سمر بداية ما تعقيبك على ما سمعتيه من أبناء بلدك؟ والله إن سمحت لي بتعقيب ربما على المداخلة الأولى التي تقول أنه لا خير في قوم تحكمهم امرأة، أتساءل فعلا إن كان هناك خير في قومنا اليوم وهو يحكمه الرجال. يعني عالمنا اليوم ويحكمه الرجال أراه في تدهور، أراه في تراجع، أراه في فوضى كبيرة على كل المستويات، خاصة على الأقل في مجتمعاتنا العربية. فلا أعتقد أن هناك الكثير من الإنجازات التي ربما سوف نتخلى عنها إذا كانت هناك امرأة تحكمنا. ولكني أيضا أرى بعض الأمل في بعض التعليقات التي فكرت أو جزمت أنه يمكن لامرأة تونسية في يوم ما أن تقود البلاد، وإن أرى شخصيا أن ذلك سيكون على المدى البعيد إن حدث يوما ما، ولن يمكن أن يحدث في المدى القريب. طيب لكن أنت حالة استثنائية، يعني أنت أصغر روائية بتصنيف موسوعة جينيس، أنت أيضا من ضمن أقوى 100 سيدة عربية في العالم، كيف تستطيع النساء نساء تونس أو النساء في العالم العربي أن تصل إلى مرتبة كهذه؟ هل هناك وصفة ما؟ نعم كان هناك رجل ورائي في الواقع جيد. فقد شجعني والدي كثيرا، يعني ربما في هذه الحالة انقلبت المعادلة وكان ورائي رجل عظيم. ولكن في نهاية الأمر تبقى هذه القائمات أو النساء التي يبرزن في مثل هذه القائمات هن شريحة مختلفة عن أغلب النساء الموجودات في مجتمعنا العربي. يعني في نهاية الأمر هذا ليس سوى نموذج أو مثال، ولكن
ذلك لا يعني أن النساء العربيات قادرات على الأقل في يومنا هذا للوصول إلى ما يمكن أن تصل إليهن بعضهن. حتى أولئك التي في هذه القائمات لا يستطيعن على الأقل في هذه المرحلة أن يتحصلن على مراتب أقوى وأكثر نفوذا، لأن هناك تحديات كثيرة تحيط بها. أهم هذه التحديات سأعود إليها سيدة سمر، لكن دعيني أخذ مداخلة من فرح علي تتحدث إلينا من بريطانيا. وعذرا يا فرح، صرت منتظرة فترة طويلة جدا، تفضلي بطرح وجهة نظرك. لا عادي. أولا كل عام والنساء بخير في يوم المرأة العالمي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وشكرا على منحي هذه الفرصة للتعليق. أنا لا أعتقد أن المرأة قادرة على الوصول إلى سدة الحكم في جميع المجتمعات العربية، وذلك لأن مشكلة المجتمعات العربية تعتمد على الدين في أغلبية تشريعاتها. المشكلة الأولى تبدأ في التعليم والتربية والتنشئة، فمنذ بلوغ المرأة تنشئ على أن الرجل أفضل منها، عليها أن تحترم الرجل وعليها أن لا تجادل الرجل وأن لا تلاتنه، وتبقى هذه الحالة معها إلى حين وصولها للعمل أو 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 تولي أي منصب آخر. وفي الدين الإسلامي أيضا نعت المرأة بأنها ناقصة عقل ودين، و لرجل مثل حظ الأنثيين، وكذلك شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، ولا خير في قوم ولوا شؤونهم امرأة. كيف بذلك كله تستطيع المرأة أن تصل إلى سدة الحكم في ظل هكذا مجتمع يرزح تحت قبضة الدين؟ فأنا أدعو إلى تحديث الدين ليناسب الوضع الحالي، وإعطاء المرأة فرصة. ممكن أنه المرأة إذا أعطيت فرصة وتخلصت من قيودها الدينية بالأول ممكن أنه تثبت شيء. أما طيب في فرح حتى لا نتجاوز هذه الخطوة أو هذه النقطة، أريد تعقيب من السيدة سمر. يعني فرح قدمت لنا هنا التوليفة التقليدية منذ بداية الحلقة، الدين أو العواقب أو العوائق الدينية مع بعض العوائق الثقافية والمجتمعية. نعم، أعتقد ربما سوف أعلق عن العواقب الاجتماعية والثقافية، لأنني أعتقد أنها أكثر عمقا من العواقب التي يمكن أن نجزم أنها مقدمة من الدين، لأنني في لا أعتقد أن الدين هو المشكل. ربما تكون هذه العواقب رسخة في أذهاننا أكثر مما هي عليه في على أرض الواقع. ربما إذا كانت هناك امرأة تحكمنا في تونس، وإن شاء الله يكون ذلك يعني في 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 فترة قريبة إن سمحت لنا العقليات، فإنه حين حتى وإن لم يكن هناك تمكن من السلطة من قبل هذه المرأة مثلا، فأنا في كونها قد تولت السلطة في ذلك تمكين لها، وأن تكون هناك إمكانية للمرأة أن تتقلد مناصب هامة في مجتمعها، فإن ذلك يفتح بسيطا من الأمل ويجعل لدينا أملا في أن هناك لكن ختاما سيدة سمر، فيما ستختلف المرأة؟ ماذا ستغير؟ بإجازة أرجوك، ماذا ستغير إذا تولت مثلا؟ لا أعتقد أنه يمكنني أن أجيب على هذا السؤال. كل ما أريد أن أختم به ربما هو أنه علينا أن نحاول أن نتكلم عن المرأة في أيام أخرى وليس فقط في اليوم المخصص لها. هذا الخطاب أيضا الذي نقوم به نحن الآن وهو الذي يخصص للمرأة في يومها، هو أيضا يساهم في حد المرأة في يوم واحد من السنة وترك أكثر من وترك باقي السنة للجنس الآخر. صح، معك حق ربما. شكرا جزيلا سيدة سمر، شكرا جزيلا لتواجدك معي سيدة سمر المزغني الروائية التونسية. شكرا جزيلا لك. وبالجوار من المغرب كاميرا بي بي سي أيضا جمعت عينة من الأراء، وكان ذات السؤال الذي نسأله منذ بداية الحلقة، ما التغييرات المنتظرة إذا تولت امرأة الحكم؟ نستمع للمغاربة. مثلا عندنا في التشكيله الحكوميه ديالنا كنشوفوا امراه وحده بسيمه الحقاوي، يعني لو حكمت امراه كنقول انا غادي تنصف المراه في جميع ميادين الحياه، وتقدر تغير ديك الصوره النمطيه ديال المراه مثلا اللي كنشوفوها في بعض الاشهارات. يعني ديما المراه كتقتصر على الجانب يعني كل اللي كيتعلق باشغال المنزل بالمطبخ وداكش. كنظن الى تولات المراه حكم ديال البلاد في المغرب او في دوله اخرى غتبقى المرأة ديما كتغلب داك الجانب العاطفي والجانب ديال المشاعر على العقل، حيت المرأة في الفطرة ديالها وكما خلقها الله هكذا دايره.
يعني المطلوب هو تكامل، أن يحصل كل طرف على حقه دون طغيان طرف على آخر. هناك سيتطور المجتمع يعني بوتيرة بدون تناقض أو بدون تناقضات بدون اختلالات، وهذا هو الأساس، يعني أن يحصل كل طرف على حقه دون أن يطغى على الآخر أو أن يلغيه عن الممارسة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو دوره ولا أن يؤثر عليه. اليوم الرهان ليس هو هل الرجل أو المرأة، الكفاءة هي التي تحكم. هل المرأة، هل لدينا نساء كفؤات للمناصب وللمسؤول؟ هذا هو السؤال. أما الإشكال الجنسي داخل المناصب، هل المرأة أو الرجل، هذا ليس إشكال. طيب، آراء المغاربة ربما هي من أكثر الآراء اتزانا على الأقل في هذه العينة، تحدثوا عن تكامل ما بين الرجل والمرأة وأن العبرة بالكفاءة وليس بنوع الشخص، نوع من يتولى القيادة. زميلي حازم الخولي طوال هذه الحلقة هو يتابع من يتحدث ويدلي برأيه إلكترونيا، وأريد أن أعرف سؤال الاستفتاء يا حازم ونتيجته رجاء. سؤالنا اليوم محمد هو هل تقبل التولي المرأة الحكم في بلدك؟ النتيجة حتى الآن هي 52% قالوا نعم، 48% قالوا لا. وبالطبع محمد هذه النتائج تعكس آراء المشاركين فقط وليست قياسا للرأي العام. شكرا جزيلا يا حازم. على الأقل أنا شخصيا متفاجئ أن النتيجة جاءت تكاد تكون مناصفة بين من يعتقد أن المرأة يمكن أن تتولى قيادة بلد عربي ما وتتغلب على موروث من الثقافات والعادات والتقاليد، وبين من يرى أنها لا تستطيع ذلك. جاءت مناصفة تقريبا. كان هذا حوار اليوم وتحدثنا فيه في اليوم العالمي للمرأة عن إذا كانت المرأة قادرة على أن تتولى القيادة في بلدها أم لا. شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى حوارات أخرى. كل التحية مني أنا محمد عبد الحميد وإلى اللقاء.